المسرح الجامعي للدورة الرابعة واللي بتحمل اسم الفنان القدير وأحد أيقونات الفنية الفنان محمود ياسين. بنلتقي مع استلم تكريم الفنان محمود ياسين حفيده محمود ياسين بيكلمنا عن الفنان القدير محمود ياسين. طبعا فرحان جدا بالتكريم ده، وفرحان انه جه من جهة بتقدر المسرح، لان انا جدي كان بيحب المسرح جدا وكان بيتكلم ان ده الحلم اللي كان نفسه يحققه طول عمره، ففخور جدا بالتكريم وفرحان ان انا هنا في الملتقى، لان شايف انه مهم جدا وممكن يطور من المسرح في مصر وفي الدول العربية عامة، فبشكرهم جدا على التكريم ده. كلمنا عن دور الفنان الكبير محمود ياسين في حياتك الشخصية والمهنية. لا، دوره كان كبير جدا طبعا، هو كان متواجد في كل تفاصيل حياتنا وبنفتقده جدا، ويعني كان يعني نعمة الواحد مفتقدها. العفو.